بالعلم نتعرف على الجوانب المعرفية والنظرية لظواهر الأمور، وبها نتعمق في فهم بواطن الأمور، لأنها خليط ومزيج بين الخبرة النظرية المعرفية والخبرة العملية التطبيقية. يقول عنها رب العزة والجلال: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. إنها الحكمة، فالعلم يمكننا من صنع الدواء وصنع السلاح، لكن الحكمة تجعلنا نعرف متى نداوي ومتى نحارب. الحكم الموسم الثاني مع الداعية زيد بن يحيى يأتيكم بإذن الله من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 8 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد في الأوقات التالية.